يا لعيب. يا ولا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه النهارده؟ انا نويت ان انا اطور من مهاراتي في الدفاع الفاول، انا والصقر. صح 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 تمام. فالنهارده هنلعب كل واحد حوالي 10 كوره ل 15 كوره، وهنشوف هنتمرن عليها وهوريكم ازاي تمرنوا عليها معايا. يلا بينا يلا بينا صح يلا بينا ماشي. جاهز؟ جاهز. دلوقتي هنلعب اول كوره، تعال نشوف. دول 10 خطوات اللي بيتلعبوا الفاول فيها في الماتش الرسمي. انا عندي مهاره الفاولات ضعيفه، فانا هقويها واروح اقويتها ازاي. يلا بينا. الاول كره طلعت في السماء. الكوره دي خطا تمام. ارفع جسم نص الجول، جيب نص الجول لو فاز هتتبسط. لا حلو، هي لحد دلوقتي ما ضبطتش خالص. انا هحاول تاني. بص بقى، الفاول ده عايز رفع الشراب. ارفع الشراب. وحشة قوي دي في النص. رفعت جسمك. رفعت جسمك. خد دي. ولا. دي قريبة قوي. شوية دي. صح دي قريبة. بدأ يتحسن معايا الفاولات بنسبة 50%. يعني المشكله هنا ان انا رفعت جسمي وانا بلعب الفاول، فالمفروض ان انا اوطى صدري او جسمي وانا بلعب الفاول. اهم حاجه في الزاويه اللي انت كنت اللي قلت عليه اهو، ثلاث خطوات الزاويه كده وابدا العب. يا ولد حلوه قوي دي. البلد دي كانت عايزه قوه تمام، دي عايزه قوه واروح اوديها في اركنها في زاويه احسن. ايوه كده ايوه. دي يا جماعه راحت كويس، بس طبعا ده لو حاجه شويه فهيصدها تمام، فدي عايزه كانت عايزه قوه اكتر من كده. دي بقى بدأت ايه 80% تظبط معاها الفاول. يا لعيب. بص يا جماعه بقى دي جت صح، عشان انا وطيت جسمي صح وطيت صدري وانا بشوط وقفت على الكوره. يعني مثلا انا ايه، انا بعمل الكيرف وقفت شويه مش كملت كده بحيث ان جسمي عالي، فالجسم معلش انا وطيت صدري وقفت مكاني. تعالى تاني كده شوف. مش بقول لك فلوسك حرام. جامده قوي دي. بس بص يا جماعه دي بقى بعد ما حاولت كذا كوره دي ظبطت معايا 100% اهي. يعني دي كده لو في حاجه موجود مش عارف اجيبها. كوره صعبه قوي. يلا
اهي. بص يا جماعه دي مش كيرف دي زي رونالدو ما بيعملها، بوش رجله وبيبدا من كل المدافعين يعمل الكيرف بتاعتها. تعالوا بص بقى انا هعمل ايه، هنشوف يلا. هي في الفاولات اهم حاجه ان هي تروح بقوه عشان الحارس لو انت حاططها كويس بس بطيئه الحارس ممكن ايه بالظبط فاهم. فانت لازم لما تيجي تلعب فاولات بالذات تلعبها بقوه جامده. تعال نشوف بقى كده الصوره هيعمل ايه. تعالوا نشوف بقى اعمل ايه. حتى حطها في الدنيا رياض دي. حلو بس هي عالت منه شويه. يا ابن اللعيبه لعيب 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 لعيب. يا ولا جامد قوي يا جدعان. يا ولا يا جماعه حلقه النهارده انتهت تمام، وان شاء الله انا في مثلا لو عايز تطور من التسديد هعمل فيديو ليكم عن التسديد وتطوير التسديد. اتمنى الفيديو ده يبقى عجبكم، لايك وسبسكرايب، واستنوا الفيديوهات الجايه.